كابتن محمد شريف برحب بيك طبعا في البدايه، وموفق دايما، ويعني كلنا بنتمنى لك التوفيق. جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم الفرقه بشكل عام وبشكل شخصي الحقيقه بيدعمك كابتن شريف على ادائك المميز. حابب تقول لي في البدايه على الدعم والمسانده لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي طبعا على الثقه اللي ان هم بيدوها للواحد. الواحد بيحاول يجتهد وبيحاول يعمل عليه عشان يسعد الناس دي، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم باذن الله. الكره اللي دخل فيها يمكن حارس المرمى لسان داونز يمكن اثرت بشكل كبير جدا، وشفنا كمان كابتن شريف الكدمه القويه جدا. ال- 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 الرجوله والاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي، مهما كانت الكدمه ومهما كانت القوه ومهما كان الكلام، لكن راجل في الملعب يا شريف. قول لي كواليس اللعبه دي بالذات، لان كانت لعبه خطر جدا. والله يمكن انا ما شفتوش، انا كنت برجع بضهري لقيت حاجه كده جامده جدا دخلت فيا. انا الموقف في ساعتها تعبني جدا، حسيت ان انا في حاجه غلط، مش بس الحمد لله الواحد حاول يدوس على نفسه شويه ويكمل الماتش عشان خاطر الفرقه يعني وكده. والحمد لله مش مهم كان شريف يحصل حاجه، المهم ان احنا كسبنا 2-0 وعملنا جيم كويس بالنسبه لان انت مضغوط جدا في الماتشات الفتره الاخيره، فان انت تكسب 2-0 ده وفرقه كبيره زي فريق سان داون. طبعا احنا لسه ما صعدناش، ان شاء الله الماتش بتاع بريتوريا ده نطلع بنتيجه ايجابيه ونقدر نصعد ان شاء الله. انا عارف يمكن خلاص انتهت 90 دقيقه ولسه فاضل 90 دقيقه، وال90 دقيقه الثانيه هي بتكون الاصعب. مدى تركيز اللعيبه نقولهولي، كلامكم مع بعض ازاي يا كابتن شريف، كمان الجهاز الفني بيتكلم معاكم ازاي، ودوافعكم ازاي لهذه المباراه؟ احنا كلاعيبه احنا قلنا يا جماعه، احنا حتى بعد الماتش اتكلمنا جوه، احنا يا جماعه لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ده شوط في شوط ثاني في جنوب افريقيا، ان شاء الله نركز فيه ونطلع بنتيجه ايجابيه ونبقى شكلنا كويس، مش اللي انت رايح تخسر 1-0 ولا تخسر 2-1 ولا الكلام ده، لا احنا رايحين نعمل نتيجه ايجابيه ونلعب باسم وشخصيه النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يكون فيها مزيد من البطولات والانتصارات باذن الله. الدعم والمسانده من جمهور النادي الاهلي ده هدف بالنسبه لنا، لان الفتره اللي جايه تلاحم كبير للمباريات، وخلاص البطوله بتقرب وعندنا بطوله السوبر كمان، فمطلوب ايه من الجمهور الدعم والمسانده الفتره اللي جايه كابتن شريف؟ اكيد طبعا محتاجين دعم الجمهور جدا، ده قدر لعيب النادي الاهلي بيلعب في كذا بطوله، مش بتلعب في بطوله واحده بس، انت لسه خارج من سوبر وعندك كاس، لسه خارج من كاس عالم الانديه وكاس مصر وبطوله الدوري وافريقيا لسه خلصانه اللي هي اللي، فبتلعب بطولات كتير جدا وضغط ماتشات يعني كفايه ضغط الدوري اللي انت ضغطته الفتره الاخيره دي، فان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله كمان بعد ماتش بريتوريا ان شاء الله نصعد ونروح نلعب السوبر في قطر وباذن الله ناخده باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وبعد المباراه بارك لك، وان شاء الله يعني احساسي كده بيقول ان شريف ان شاء الله يكون حاطط هدف او اتنين ان شاء الله باذن الله. الله باذن الله ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك.